تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من رصد خبري اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت. اكيد جميعكم رصد حادثه مباراه روما يوفنتوس ركله جزاء تحتسب روما ويتم الغاء هدف سجله ابراهام فيتم تنفيذ الركله تشيزني بصدها وبتضيع فبتذكر لاعبو روما انه كان عندهم هدف قبل ذلك بروحوا يعترضوا بس الحكم بقولهم فات الاوان طبعا بعد الاعادات وبعد وقت من المباراه اكتشفنا انه الهدف كان سيلغى بكل الاحوال لانه في لمس ديت على مختريان تسببت بصناعه الهدف بشكل مباشر لكن اللي اثار الجدل اكثر تصريح الحكم اورساتو للاعبي روما بين الشوطين وقوله ليس هناك افضليه في ركلات الجزاء لو سجلتم هذه الركله لما اعترضتم الان طبعا الجزء الثاني من كلامه صحيح فلو سجلوا ما راح يعترضوا ليش بدهم يعترضوا لكن شو بالنسبة للجزء الأول؟ شو بالنسبة للأفضلية في ركلات الجزاء؟ في الحقيقة تواصلت مع الحكم السعودي مشاري الفهيد وقال لي ما معناه هناك أفضلية في ركلات الجزاء لو سقط لاعب بخطأ من الخصم مثلا داخل منطقة الجزاء وذهبت الكرة لزميله فسجلها راح أحتسبها هدف ولا تعود المسألة لركلة الجزاء وعندما بحثت أكثر في الحكاية وجدت الحكم الإيطالي السابق تيزيانو بياري بيقول ما معناه كان على ارساله الانتظار لثواني ليرى ما سيحدث. الانتظار لثواني معناها بلغه اخرى هناك افضليه محدوده في مساله ركلات الجزاء. ووجدت ايضا في منتدى خاص بالحكام اسمه ريفتشات نقاشات مطوله حول حوادث مشابهه. معظم الحكام بيقولوا هذا الراي. نعم هناك افضليه في منطقه الجزاء حتى لو سقط لاعب وهو مهاجم في مجال تعطي ادفانتج لكن يضيفون هذه مغامرة على الحكام تجنبها وبشترطه الآتي الأفضلية مرحب فيها في منطقة الجزاء فقط وأكرر فقط لو كان الموقف واضح جدا بأنه الاستكمال بيعطي فرصة شبه مؤكدة للتسجيل للفريق المهاجم يعني لاعب بيسقط مع حارس وبتروح الكرة لزميله فالمرمى خالي بيقدر يسجله بكل سهولة فهون بتقول أعطوها أدفانتج وتفاجأت إنه كثير حكام متفقين على مقولة واحدة بيقولوا فيها معظم الأحيان ستندم لو منحت أفضلية في منطقة الجزاء طبعا شيء مهم أذكره ليش هم بيقولوا نندم أو تندم كحكم إنه في حال منح أفضلية في ركلة جزاء لو اللاعب اللي راحت له الأفضلية ضيع الهدف حتى لو أمام مرمى خالي لا يتم منحه ركلة جزاء بعدها يعني مش نشوفك تجيب جول إذا ما جبتش نعطيك ركلة جزاء لا بتروح الافضلية يعني انتهاء الفاول، يعني ببساطة بيلتغي حقك بالحصول على ركلة جزاء. وهناك شرط مهم في مسألة إلغاء ركلة الجزاء بالأفضلية لازم أوضحه أيضاً تتعلق بالوقت بعد الحادثة. يعني لو سقط لاعب وزميله سدد فوراً خلال ثانية على المرمى وضاعت الحكم حيعطي ركلة الجزاء من باب إنه الوقت قصير جداً، لكن لو رأينا الزميل يجري ويراوغ الحارس ثم يسدد ثم يضيع هون أخذ وقته. فما بتروح لك ركلة جزاء حتى لو كانت فيها ركلة جزاء لأنك أخذت الأفضلية بدالها بالمختصر أورساتو أخطأ بتصريحه أنه لا أفضلية في ركلات الجزاء لكن كان على حق وربما على حق بالصدفة بإلغاء الهدف لأنه الكرة لمست يد مختريان ويبدو أن أورساتو مع سنين الخبرة اعتاد النصيحة اللي قالها العديد من الحكام لا تعطي أفضلية في منطقة الجزاء فتندم واعتقد أنه هاي القاعدة العامة اللي ظلت في عقله سنوات لتجنب المخاطره خلته يعتقد انها قانون في حين انها مش هيك ابدا، طبعا حتى الناس ما تفهم غلط دانييل اورساتو حكم مميز بالمجمل، اختاروا اتحاد التاريخ والاحصاء كافضل حكم عام 2020 وهو حكم تم منحه مباريات كبرى ابرزها نهائي دوري الابطال 2020 بين باريس وبايرن، ايضا اياب نصف نهائي الابطال بين تشيلسي وريال مدريد 21 وكان حكم في ثلاث مباريات في اليورو 2020 وهو حكم دولي منذ عام 2010 فخطأ معين لا يمكن أنه ينفي مسيرته كاملة بالنسبة لكم هل الأفضل منح الأفضلية في ركلات الجزاء أم الأحسن والأريح تحتسب ركلة الجزاء فورا؟